مواليد 1994، مجوجة وعندي بنية. القناة ديالي متنوعة، كندير وصفات، كندير الطبخ، يعني فلوغات، داكشي متنوع. كيفاش جاتني الفكرة؟ يعني عادي واحد النهار قلت غدا، يعني كنعرف وصفات نوض نشاركهم مع الناس اللي كنعرف. صافي درت فيديو الاول، حطيته في اليوتيوب، صافي عجب الناس، صافي من تما بقيت كنلوح. اول فيديو درت ديال الحوت، ديال السمك. لا ماشي طيب، شدي الطريقه ديال تخزين السمك. كيفاش كطحني؟ بالنسبه للموظفات اللي ما عندهمش الوقت، كتشديه كطحنيه وديريه في ديك العطريه ديالو، كديريه في الكونجيلاتور، كتولي غير تجبديه وتطيبيه، عوض ما كل نهار تجيب الحوت تغسليه. صافي دابا ولات عندي قناه وصفات ديال التجميل، كندير وصفات ديال التجميل، كندير بحال دابا واحد الفيديو لحتو الاخر، كنت لحت فيه حوايج ديال البال ديال الدراري الصغار، مشتريات ديال الدراري الصغار ديال البال. يعني الناس كيبغيو شي حاجه اللي رخيصه، شي حاجه زعما ديال ولاد الشعب، يعني ماشي كلشي كيلبس داكشي غالي. وماشي شريت بحال هكا حوايج ديال الدراري الصغار وصافي، وكانت الفكره انني بارطاجيها مع الناس. جيو من البال ماشي مشكل، راه كاينين حوايجات نقيين زوينين، يعني ماشي مشكل بنادم يلبس من البال، المهم بنادم يكون لابس شي حاجه اللي زوينه ونقيه. كيتبعوني الناس عندي. مهم كملت دابا الشرط الاول، شي 1200 مشترك. لا مازال ما كنتخلصش عليهم، باقي يلاه يعني القناه يلاه باديه. كيدويو معايا في انستغرام، خصوصا جزائريات، واحد متتبعات جزائريات. من بعد مني لحت واحد الفيديو ديال، يعني مني بينت وجهي المره الاولى، ما كنتش كنبين وجهي، مني بينت وجهي ولاو كيقولوا لي اشنو كديري لوجهك، عطانا شي وصفات ديال التبييض، شي وصفات هذه. صافي بقيت كنبارطاجي معاهم داكشي اللي كندير، يعني داكشي اللي كندير كنبارطاجيه مع الناس. لا هاد وصفات طبيعيه، يعني داكشي اللي كندير انا، ماشي شي حاجه اللي ما دايرهاش ولا ما مجرباهاش وغنوض غنحطها للناس. يعني بحال كنشوف شي مواقع ولا هذا، يعني غير كياخذوا الفكره وكيلوحوهم، يعني اكثريه ما كيكونوش مجربين. ملي كيديروهم وحدين اخرين ما كيكونوش موافقينهم ولا عندهم حساسيه منهم. يعني اي واحد خصو يدير شي حاجه اللي مجربه هو في راسو، عادي يبارطاجيها للناس. بالعكس الزوج ديالي مساندني، حيت عارفني ما كنديرش شي حاجه اللي خايبه في اليوتيوب، يعني هادشي اللي كنعرف كنبارطاجيه مع الناس وكنشاركو مع الناس. بالعكس الزوج ديالي مساندني. كنتمنى، اشنو كنتمنى؟ كنتمنى ان القناه ديالي تكون بحال القناه ديال الناس اللي كيعاونوا المحتاجين. يعني انا صراحه هاد القناه دايرها على حساب والديا، وعلى حساب باش نعاون والديا. يعني مادام حليتي قناه، راه ما حليتيش قناه من غير هوايه كما كيقولوا شي وحدين، يعني قناه راه خدمه، راه باش تولي تاخذي واحد المدخول كل شهر، وهذاك المدخول انا قررت باش نولي نعاون والديا، نعاود الناس اللي محتاجين. يعني بحال هكا كتشوفي شي واحد اللي ما عندوش، يعني وبغيت بحال هكا بغيت نعاون حتى انا، يعني واخا باللي كان بغيت نعاون راسي ونعاون الناس. يعني ماشي غنقول لك غير نعاون الناس، يعني مادام انا حليتها يعني راه انا باغا نعاون راسي ونعاون والديا ونعاون الناس، يعني اللي محتاج شي حاجه. مازال يعني بنادم دابا يلاه بادي، مازال نقدر نبدل، نقدر. يعني بنادم كيطمح لشي حاجه، اللي كيطمح لشي حاجه زعما للتغيير الاحسن، يعني نقدر. كنقول لهم كل عيد حب، نتوما ان شاء الله بخير وعلى خير. والزوج ديالي كنقول ليه الله يخليك ليا وكل عيد حب وانت بخير. بالنسبه للمتتبعين ديالي كنقول لهم قناه هدايا بيوتي، ان شاء الله غدا نولي نحط لكم وصفات اللي زوينين واللي مجربين، ماشي زعما غير وصفات غسميت وصفه باش ندير فيديو، باش غير نحط فيديو ولا نعمر فيديو. يعني غدا نحط شي حاجه اللي مزيانه واللي اللي يستافدوا منها الناس. ومن هذا المنبر كنبغي نقول لكاع اليوتيوبرز، نقول لهم يعني حطوا لينا شي حاجه اللي يستافدوا منها الناس. ما يعني ماشي المشاكل، يعني بنادم الشعب راه عامر مشاكل. الا جيتي تحطي المشكل ديالك والاخرى المشكل ديالها وانا المشكل ديالي، يعني بنادم غينفجر. يعني الشعب باغي شي حاجه اللي تفرحه، باغي عجبنيش. بالنسبه للروتين يعني بنادم يدير شي حاجه محترمه، مثلا دارت شي وصفه ولا شي حاجه، يعني بلباس اللي محترم، ماشي اللي لباس مخل للحياه. يعني باش تكون القناه ديالك مميزه، يعني يتفرج فيك اي واحد، تقدري تفرجي فيا قدام باك، تقدري تفرجي فيا قدام موك، يعني وما تحشميش. ماشي غتفرجي وغتشدي التليفون ديالك يعني وباركه فشي بلاصه اللي تحشمي، يعني تقدري تدخلي القناه ديالي تفرجي انت قدام العائله ديالك وعادي.